أعملي ماذا تجلسي لنبدأ في تزيين الكعكة؟ لا دايزينا لا تصدق، انظري. ما الذي يحدث؟ هناك خطأ ما، ساعدونا. أين نحن يا إما؟ هناك زر أحمر، هذا تحدي. ماذا تفعل يا ميرندا؟ لتجريب الكعكات نحتاج إلى إدارة العجلة أولاً. أتساءل على ماذا سأحصل؟ واو، دبابة مطاطية. واو، كم هي جميلة. الأهم من ذلك لذيذة جداً. حان الوقت لتزيين الكعكة معهم. وماذا عني؟ أحتاج إلى تدوير العجلة أيضاً. أنا متأكدة أنني سأحصل على شيء أفضل من مربى البرتقال. ماذا هناك؟ بازلاء خضراء. يجب أن يكون هناك شيء خاطئ. دائماً هكذا، حظي سيء. يجب أن تتصالحي مع هذا. إذا كنت تريدي يمكنني أن أبدأ أولاً. تعالوا إلى هنا أيتها الدبابة اللذيذة. سوف أضعكم على كعكتي. كم هو جميل المظهر، رائع. سأصنع جمهوراً من الدبابة. أنا متأكدة من أنه سيصبح رائع جداً. كم عدد الألوان المختلفة، تبدو مشرقة. أنا حقاً أريد أن أجرب. أنا أحب ذلك أيضاً. لقد فعلتها، والديكور جاهز، يبدو مثالياً تماماً. لا توجد مساحة خالية على هذه الكعكة على الإطلاق. الآن سيداتي وسادتي، سأغني خصيصاً لكم. إنها الطبقات العالية، منذ متى وأنا أتمنى ذلك؟ يا له من صوت. ميرندا، من فضلك توقفي، لا حاجة. طبلة أذني على وشك الانفجار. أعتقد أنني أعرف ماذا سأفعل. سوف تساعدني البازلاء. أنا آسفة ميرندا، سأضطر إلى إلقاء البازلاء عليك لأن ليس لدي طماطم. ماذا تفعلين يا إما؟ أنا أتألم. توقفي عن الغناء، من الأفضل أن تأكلي كعكتك. أنت على حق، أحتاج إلى تجديد قوتي بعد هذا الأداء النشط. إنها كعكة مثالية، تبدو لذيذة جدا. أنت لا تعرفين حتى كم. لا أستطيع التوقف، هذه كعكة رائعة. واو، لقد أكلت بالفعل كل شيء. يا لها من شهية. أعطني قطعة واحدة على الأقل. حسناً، أنا جاهزة للمشاركة. هنا، أحملي هذا العلم. في الواقع هذا ليس ما طلبته على الإطلاق. دعيني أذكرك، لديك كعكتك الخاصة، وسأقوم بتزيينها بالبازلاء. لا أرى أي شيء جيد في ذلك. سأظل أحاول حتى أجعلها جميلة، على الرغم من أنها لن تكون لذيذة. كم هذا بطيء، أما سأنام قريباً. أكاد أنتهي؟ مذهل، قمت بعمل رائع. الآن الشيء المتبقي هو أكلها. حسناً، هذا هو الجزء الأكثر إزعاجاً. أعتقد أن كعكة البازلاء ليست لذيذة. نعم، مقززة. طعم الكعكة أفسد تماماً. من اليوم فصاعداً أكله البازلاء. نعم، لقد مررت بوقت عصيب. لا يمكنك أن تتخيلي، هناك الكثير من الكعك هنا. لا أريد أن أكله. يجب أن أجمع قوتي وأنتهي بسرعة. هذا كل شيء، إنها آخر قطعة. لا تستسلمي يا إما. ماذا بك؟ لا، تضخمت معدتي من البازلاء. يا لها من رائحة كريهة. هذه المرة أنا أول من يدير العجلة. لنبدأ. أتمنى أن أكون محظوظة الآن. حسناً، ماذا هناك؟ لا أستطيع الانتظار أكثر. خيار مملح، هل هذا متاح؟ لماذا أحصل دائماً على الأشياء السيئة؟ أما لم يحالف الحظ مرة أخرى أيتها الخاسرة. الآن أنا، شاهدي وتعلمي. يدي السعيدة، ليس لدي شك أنني سأحصل على شيء لذيذ. حسناً، لقد أخبرتك، حلوى الشوكولاتة. لماذا الحياة غير عادلة؟ يا له من كيس كبير، مذهل. أنا بالتأكيد محظوظة اليوم. ابدأي يا إما. رائحة الخيار سيئة للغاية. أشعر أن الأمر سيكون صعباً للغاية. أحتاج إلى تزيين الكعكة بسرعة ونسيان الأمر مثل الحلم السيء. بالمناسبة، إنه يبدو جيداً إذا كنت لا تفكري أنها مخللات. توقفي، هذا لن يساعد هنا. ربما لن أشعر بطعم الخيار. لم أنجح، ليس مقرفاً جداً. لا أستطيع أن أتحمل النظر إليك، أنا ذاهبة للتقيؤ. أما اكتشفت كيف سأساعدك، انتظري لحظة، سأكون المشجع الخاص بك. ماذا يعني هذا؟
سوف تساعدك أناشيدي إلى جمع قوتك والقيام بالمهمة النهائية. أما أنا أثق بك، يمكنك فعلها. هذا حقا يعمل. شكرا ميريندا، دعوك يمنحني القوة. أخبرتك أن خطتي ستنجح. أوه، لقد فعلتها. والآن أنا عطشانة حقا. انظري، هناك شيء متبقي. شكرا جزيلا. أوه، كم هو مالح، إنه مخلل الخيار. آسفة ميريندا، لم أفكر في ذلك. أنا مستاءة. الآن دوري أن أزين كعكتي. أنا متأكدة أنها ستصبح رائعة. تبدو هذه الحلوى مثالية على خلفية وردية. اتضح أنها لطيفة وحلوة وخفيفة الوزن. أنا على وشك الانتهاء، لم يتبقى الكثير. تبدو رائعة حقا، أريد أن أجربها. أما لدي فكرة، الآن سأضع ديكور غير عادي، ستندهشي. الحلوى على عصا رائعة، أليس كذلك؟ أوه، مثالية. أوبس، عذرا، أردت أن أمزح معك. حسنا، سأتوقف عن اللعب، حان الوقت لتجربة كعكتي. كم هي لذيذة، الشوكولاتة مثالية هنا، لن أتوقف حتى أكلها كلها. هل يمكنك أن تشاركي معي؟ أخشى أن هذا لن ينجح هذه المرة. واو، يبدو أن ميريندا لديها شارب حلو. ما هذا؟ أنا أبدو مثل الحلزون. على الرغم إنه مضحك للغاية. كعكة جديدة، رائع. أنا أول من يدير العجلة. إذا لم يبتعد عن الحب فقط، أنا أؤمن به. أولا، يبدو لي أنه جبن عافٍ على العجلة. أخيراً حصلت ميريندا على شيء مقرف وليس حلو. فو، رائحة الجبن كريهة. شهية طيبة يا صديقتي. الآن أنا أدير العجلة. بما أنك غير محظوظة، إذن أنا محظوظة. أوريو، ممتاز، أخبرتك. واو، لماذا لست في مكانك؟ لديك جبن، فلا تنزعجي، تفضلي. سأضطر إلى ارتداء قناع الغاز أثناء وجود الجبن هنا، وإلا سأختنق. هذا سيجعل تزيين كعكتي أسهل بكثير. من فضلك أسرعي. حسناً، بسبب القناع لا يمكنني وضع القطعة في فمي. دعيني أساعدك وأزيله. هكذا، شكراً لك. بالطبع، لكن لا يستحق كل هذا العناء. الآن ليس لدي خيار سوى أكل هذه الكعكة. لم أجرب أبداً أي شيء أسوأ. استسلمت ميريندا الضعيفة. حسناً، استريحي بينما آكل كعكتي. بسكويت صغير رائع، يبدو لطيفاً جداً. سأضعه على القمة. يا لها من روعة. الآن سأملأ المركز. ممتاز، هكذا. لا يمكنني التحمل بعد الآن، أحتاج إلى تجربته الآن. بسكويت ناعم ومقرمش وحلوى رائعة، أيهما أفضل؟ ما هذا؟ هل اشتقت إلي؟ لقد عدت. أما، لماذا رميتني بالبسكويت؟ لكنك أول من رمى علي الجبنة. أوه، رأسي. نعم، لقد فزت. ماذا لو أخذت كعكة أما أثناء ذهابها؟ أعتقد أنها فكرة رائعة. أوه، سأحبها بالتأكيد. نعم، لذيذة، يمكنني ابتلاع لساني. كل شيء أكلته يا أما. دعونا نرى من سيبدأ أولاً. حسناً، أشعر أن الحظ قريب جداً. مستحيل، إنها أمندام. كم هم جميلون، أنا أريد أيضاً. لا يمكننا تغيير أي شيء، يجب أن نجرب بالتأكيد. لم أكن لأرفض هذا. ليس لدي شيء، لكن عليك اختيار شيء آخر. فقط أريد أن يكون لذيذ. ليس هذا، إنه بيض نيئ. فشل كامل. مع كل ثانية يتحسن مزاجي. يبدو مقرفاً جداً، لا يمكنني تحمل البيض، خاصة البيض النيئ. لكنني حقاً أحب الحلوى، من الجيد أنني حصلت عليهم. لطالما أعتقد أن هذه أفضل زينة للكعكة. اتضح أنها جميلة، إنها سحرية. رائع، جانب مشرق للغاية وغير عادي. سأضع الباقي على القمة. هكذا، يبدو لائق.
لقد أبليت بلاءً حسناً إما. سأحاول سرقة قطعة الحلوى. أبعد يديك، أستطيع أن أرى كل شيء. الكعكة والحلويات لي. أنا متأكدة أن الطعم لن يخيب ظني. مذهل، كم هو حلو. هذه أفضل كعكة جربتها على الإطلاق. ميريندا، ليس لديك فكرة عن مدى روعة هذا؟ هل يمكنك مشاركتي لتوضيح الأمر؟ لا، هذه الحيلة لن تعمل معي. هيا كلي البيض. سوف يفسدون الكعكة. فو، كم هم غرويون ولزجون. لا أريد أن ألمسهم. انظري، إنها فقط مقرفة. أجل، كعكتك تشبه البركة. كله بسببك، أنت جعلتني أفعل ذلك. هذا يتجاوز كل الحدود. لماذا وضعت البيضة في فمي؟ ميريندا، لن أسامحك أبداً على هذا، بالإضافة إلى أنك دمرت كعكتي. الآن لن أتركك بالتأكيد. هيا كولي. يبدو أنني لا أستطيع الابتعاد. حسناً، سأنتهي من تزيين كعكتي. هذه آخر بيضة. يمكنني التجريب الآن. آمل ألا تعجبك على الإطلاق. أنا متأكدة 100% من ذلك. فو، مقرف. البيض غروي ولزج. لا أستطيع احتمالها أكثر. سأبصح كل شيء. أنا أيضاً أخشى ذلك. يجب أن أسرع. يجب أن أنتهي في أسرع وقت. لا أستطيع أن أفعل ذلك بعد الآن. ما خطبك ميريندا؟ مسكينة، لم تستطع احتمال الأمر. ربما لم يجب علينا الضغط عليها بشدة. شعرت بتحسن قليلاً، لكنني لن أنهي أكل الكعكة. واو، أنا أحب هذا التطور في الأحداث. انظري، لدينا كعكات. ليس تحدياً بل حلم يتحول إلى حقيقة. كم هذا ظريف. أتساءل ماذا بعد؟ أوه، عجلة، أنا الأولى. أتمنى الحظ السعيد. مذهل، مارشميلو. أنا محظوظة. انظري، كم تبدو لذيذة. لابد لي من تدوير العجلة أيضاً. أنا متأكدة أنني سأحصل على ضيافة لذيذة. على سبيل المثال آيس كريم. لا يبدو مثله على الإطلاق. معكرونة جافة. أوه، لا تسير الأمور على ما يرام مع الكعكة الحلوة. ستكوني محظوظة في المرة القادمة. الآن حان الوقت لتزيين كعكتي اللذيذة بالمارشميلو. لكن أولاً سأصفف شعري. هذا رائع، أليس كذلك؟ أبدو مذهلة. انظري فيفيان، إنه يناسبك. أصبح شعرك كثيفاً على الفور. حان الوقت لك لأكل المعكرونة. أتمنى لو لم تذكرينني بها، إنها تفسد الكعكة. تبدو جيدة، لكن الطعم سيتأثر بالتأكيد. سيكون عليك تجربتها للتأكد. أنا لست جائعة جداً لأكل كعكتي المعكرونة. بالكاد أستطيع مضغها. المعكرونة قاسية جداً. أوه، أنت تقرمشين بصوت عال. طبلة أذني سوف تنفجر الآن. فيفيان، هل يمكنك أن تكوني أكثر هدوءاً؟ آسفة، لا يوجد طريقة أخرى. لكن لدي فكرة، أنا متأكدة أنها ستساعد. أحتاج إلى غليل معكرونة. ستصبح أكثر ليونة وسيتم إنقاذ أذنيك وأسناني أيضاً. فكرة عظيمة، أنت عبقرية. نجحت. كم هي لينة هذه المعكرونة. الآن أنا أحب هذا الطبق. كعكة المعكرونة، هل أنت جادة؟ هذا مقرف. لم أخذ رأيك. هيا كلي كعكتك. أنت على حق، هذا أكثر أهمية. يا له من مارشميلو جميل، فقط ممتاز. أريد أكل هذه اللذاذة. هذه الكعكة لي. حان الوقت لتجربتها. أوه، يا لها من رائحة لا تصدق. والطعم أفضل. بالفعل يسيل لعابي. لا أستطيع تحمل هذه المشاهد. أما كوني صديقة جيدة وشاركيني في المرة القادمة، ولكن ليس الآن. أريد أن أكلها بنفسي. سأخذ بعض المارشميلو. أوبس. أما، مرحبا. يا له من اجتماع غير متوقع. أعطني إياها. لا، أنا أسقط. تستحقي ذلك. كعكة جديدة أفضل من القديمة. بالتأكيد، انظري إلى الألوان الجميلة. هذه المرة سأدير العجلة أولاً. يا إلهي، فلفل حار. فيفيان لم يحالف الحظ مرة أخرى، خاسرة. الكثير من الفلفل، قريباً سيكون الجو حاراً.
هل يمكننا التظاهر أن شيئا لم يحدث؟ هيا دوري العجلة وبعد ذلك سنرى. لا شك أنني محظوظة، أخبرتك. عيون مربى البرتقال روعة. تهانينا، أريد أن أكون في مكانك. الكثير من مربى البرتقال، لم أكن أتوقع هذا. مفاجأة سارة. أما هل تريدي أن تبدأي؟ أنا لست ضد. كم هذا لطيف، هذه العين لطيفة جدا وحلوة. أعتقد أنها ستبدو رائعة على كعكتي. مذهل، العيون مثالية. هذا أفضل ديكور وتزيين. حان الوقت لتذوق كعكتي. أنا متأكدة أن مربى البرتقال هو تكملة تماما مثالية. مزيج مثالي، وهذه العين مضحكة. من الواضح أن قطعة واحدة ليست كافية. أنا بحاجة إلى أن آخذ قطعة أكبر. أما كالعادة لا تريد المشاركة. تمهلي يا فيفيان، أنت تستمري في التعدي على طعامي. هذه ليست طريقة العمل هنا. هذه الحيلة لن تعمل معي. أنا جيدة جدا في صنع كعكاتي اللذيذة. لأكون صادقة، لا يوجد شيء جيد الآن. حتى أنني فقدت شهيتي. عظيم، إذا لن تطلبي أكل كعكتي. بالمناسبة انتهى الأمر. أوبس، أصابتني العين في جبهتي. على الأقل يمكنني تجربتها. هذا مخالف القواعد، لكن لا يهم، كل الفلفل الخاص بك. أحتاج أولا إلى تزيين الكعكة. الأزرق والأحمر يبدوان رائعين معا، لكن ربما لا يتحسن الطعم. أنا خائفة من تخيل ما ينتظرك. أنا خائفة أيضا، لكن ليس هناك عودة. أوه، ليس سيئا كما اعتقدت. لا تتسرعي. لا، إنه جيد تماما. الأهم من ذلك، سأتناول المزيد من الكعك. فيفيان، من فضلك ليس بهذه السرعة. هذا يمكن أن ينتهي بشكل سيء. انتهيت تقريبا، لم يتبقى سوى القليل. كما ترين لقد فعلتها، كنا خائفين من أجل لا شيء. أو لا، هذا حار. إما أعتقد أنني أشتعل. كنت أعلم أن هذا سيحدث. انتظري، سأجد طريقة. لدي دلو من الماء، سيساعد بالتأكيد. حمام بارد فيفيان. لم أكن لأظن أبداً أنني سأكون سعيدة جداً. شكراً إما. ها هي الكعكات الجديدة، هذه المرة يبدوان لطيفين للغاية. أريد أن أبدأ. آمل ألا يتغير شيء وأحصل على ضيافة لذيذة مرة أخرى. أخطبوط، لا يمكن، هناك خطأ. عجلة غبية، لا يمكنني تحريكها. لا تحاولي، إنه القدر. هذه الأخطبوطات مروعة. إلى جانب ذلك، رائحتهم كريهة. لا أستطيع التنفس. أنا متأكدة من أنني سأحظى بالتأكيد على شيء أفضل. آيس كريم رائع. كنت أحلم بالآيس كريم منذ فترة طويلة وحصلت عليه أخيرا. أنا لست محظوظة. هناك الكثير من الآيس كريم، لم أحلم قط بمثل هذه الحصة. أتمنى أن أجرب واحدة على الأقل. ربما في المرة القادمة. أما الآن يمكنك أن تشاهديني كيف آكله. لذيذ، الكثير من الشوكولاتة على القمة. أنا متأكدة من أنه سيكون رائعاً. كعكتي الرقيقة. يبقى وضع عدد قليل من المصاصات ويمكنني التجريب. اتضح أنها جميلة. كيف طعمها يا فيفيان؟ أصبري قليلاً، سنكتشف. يا إلهي، أبعد من أن أصفها بالكلمات. أفضل شيء تذوقته في حياتي. حسناً، الآن أريد أن أجربها. أخيراً، كنت في مكانك ويمكنني أن أقول لا. ينقص هذه الكعكة شيء واحد فقط. إنها تنتهي بسرعة كبيرة. لماذا الجو بارد جداً هنا؟ لا أستطيع التحرك. يبدو أن أحدهم أكل الكثير من الآيس كريم. فيفيان، تبدو مثل تمثال جليدي. ساعديني أما. أوبس، لا أعتقد أن هذا مضحك بعد الآن. من الجيد أنني أحضرت موقد غاز معي. سوف يساعدني إلى إعادة فيفيان إلى الحياة. من الضروري تشغيل أقصى طاقة، وإلا فلن أنجح. هذا أفضل. دعينا نجرب. واو، بالكاد أستطيع حمل هذا الموقد في يدي. الوضع يخرج عن السيطرة. أما، أعتقد أنك شويتيني، لكن شكراً على أي حال. هيا أبدأي بكعكتك. يمكن للكعكة أن تنتظر. ماذا لو أكلتها بدون الأخطبوط؟ لا تحاولي خداعي، هيا كلي. لكنه سيدمر كل شيء. لا أريد هذه الزينة على كعكتي. أفضل عدم النظر، وإلا سينفجر قلبي من الألم. هل أنت راضية يا فيفيان؟ أنا أضع كل الأخطبوطات على الكعكة. يبقى فقط التجريب، هيا. سآخذ أصغر قطعة. كم هي مقرفة وكريهة.
أحبها. هذه أسوأ كعكة تذوقتها على الإطلاق. آه إما. أوه لا، لقد اختنقت. ساعديني يا فيفيان. لا تقلقي، سوف أنقذك من هذا الأخطبوط. أنا أختنق. نجحت، أخبرتك. شكرا لك في الوقت المناسب. الآن تابعي. كما ترون، حتى الكعكة اللذيذة يمكن أن تفسد بسهولة بسبب الزينة السيئة. نتمنى لكم النجاح دائما، ونتمنى لكم يوما سعيدا ومزاجا رائعا. إلى اللقاء يا أصدقاء.